تسللوا إلينا مرتين وقد نشروا الوباء، وبعدها هاجموا الضيوف، لكن إن تسللوا مرة ثالثة فحينها سأسلمك أنت والمناوبون على الحراسات لملك الموت ليأخذ أرواحكم. فهمت ما قلت؟ هذه أفضل منسوجات رأيتها، هذه الألوان الجميلة لم أرها منذ سنين، والبسط أيضا والسجاد، ما شاء الله. أهناك شيء عمي؟ سيأتي ضيف إلى قلعتنا عما قريب. تعال إلي يا أرطغرل، أنتظرك منذ وقت طويل. أبي، متى ستقول لي ما تخفيه داخلك؟ ألا يكفي ما عشناه في الأيام السابقة؟ أرجوك قل لي ما يحزنك أبي. أنا آمركم بترك الأرض التي وضعتم يدكم عليها خلال 3 أيام، وإلا فاعلم أيها الشاه سليمان أنني سأهاجمك بجيش كبير ولن يبقى منكم أي أحد. هذا آخر تحذير. كنا نريد أن ننجو من كارا، فاصطدمنا بناصر. إن لم نزح سليمان وأولاده من الطريق لا أحد يعرف من سنصادم. ما الذي سنفعله؟ كل ما يتطلبه الأمر ألبارغو، سنفعل المطلوب. سرجان، كنتي الجميلة، ما الأمر؟ قولي لي، ها؟ ما الذي أحزنك؟ ولم الخوف؟ هيا تكلمي. أهناك خطر على رجالنا الذاهبين إلى حلب؟ سنجد حلا للمشكلة. زوجك الآن وولدي أرطغرل أصبحا على الطريق، هيا قولي لأمك. طريقهم كان كنهر دم أمي، وأبطالنا يجرون على الأرض، وحتى الجبال والتلال والأرض كانت كلها مغطاة بالدم، في كل مكان دماء. وبعدها ألقيت بنفسي في النهر الأحمر الهائج وتلمست جثث محاربين، ولم أجد جثة كوندوكتو يا أمي. الدماء كانت تملأ الأرض بشكل مخيف ومرعب. اهدئي سيرجان، كل هذا رأيته في الحلم؟ لقد كان أقرب للحقيقة، وقد رأيت جثة أرطغرل وهي تجر على الأرض. أستغفر الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سيرجان، هيا لأخذك إلى خيمتك، تعالي معي، هيا. سيدي، سوف أوصلها وأعود. لا تتعبي نفسك، أنا بخير، أستطيع الذهاب، لا تقلقي، أنا بخير. ماذا أصابها هيمة؟ لدينا الكثير من الأعمال، كيف نحتمل جنونها؟ وضعها صعب، فهي حامل، طفلها في بطنها ولا تعرف ما سيحدث. عندما يعيش الإنسان قلقا يسوء وضعه،
زوجها ذهب إلى حلب الآن، ومن يدري كم من الهموم لديها، ومن الطبيعي أن تفقد الصواب. راقبيها دائما، فحالتها صعبة، كان الله في عونها. توقف الدم في عروقي عندما رأيتها في هذا الوضع. الذي تفعلينه سيلجان؟ من قال يجب ألا نمشي وراء امرأة كان محقا؟ زوجي غوندوغدو ذهب مع ذلك الدنيب. أرجوك لا تسمح بأن يصيبه مكروه يا كرد أوغلو. المفروض أن يذهب أرطغرل ومحاربوه فقط. غوندوغدو أقنع والده لكي يذهب معه، قالوا إنهم يدركون جيدا خطورة الوضع، وسليمان شاه أرسل حمزة معهم أيضاً. لا تقلقي، سأفعل كل ما بوسعي. كرد أوغلو، ألن تخبرني من الذي نصبت الفخ معه؟ عدم معرفتك السر سيكون أفضل بكثير لكلينا. ماذا يفعل هذا هنا؟ سمع بما حدث وجاء لكي يواسيني. ولماذا يواسيك؟ غوندوغدو ذهب مع أرطغرل. لدي عمل كثير، وآيكس ليست هنا. أين ستكون؟ ابنتي سيلجان، أتأذنين لي بالدخول؟ بالطبع، تفضل. صباح الخير يا ابنتي. صباح الخير، كنا سنتناول الفطور، تفضل. لا يا ابنتي شكرا، سأزوركم في وقت آخر، لكني أبحث عن آيكز واعتقدت أنها. لما تسألون عنها؟ هل ولدنا في اليوم نفسه بهذه القبيلة المشؤومة؟ لدي عمل، سأذهب. انتظر لحظة. لا
لا تؤاخذها، فهي ليست بخير. لماذا؟ أحدث شيء لها؟ زوجها اليوم ذهب مع أرطغرل إلى حلب. حسناً يا ابنتي، فهمت. سيد دلدمير، سيد دلدمير، هيا هيا. أفتاليا تهرب سيدي. هيا لنتحرك قبل أن نفقد أثرهم في الغابة. أخبر كل الرجال أن يذهبوا خلف المحاربين. هدفنا أفتاليا، لا يجب أن نضيعها. فهمت ما قلت؟ أبلغهم بسرعة. تحت أمرك سيدي. هيا. رايكز، ماذا فعلت يا ابنتي؟ سيد دلدمير، خيرا يا دلدمير؟ رايكز أم هايمة أخذت أسلحة وذهبت. لا داعي للقلق. وهل بحثت عنها في مكان التدريبات؟ نعم بحثت، ليست هناك. حسناً، وما الذي عرفته؟ عرفت أنها ذهبت سراً خلف أرطغرل كي تجد تورغوت. ماذا ستفعل؟ ابنتي أصبحت كبيرة أم هيمة، وسيدي أعطانا أمراً بأن نستعد، ولن أترك سيدي ولا قبيلتي وهي في حالة حرب، ولن أترك عملي وأذهب وراء فتاة مجنونة كوالدها. سأدعو الله لينجيها، لدي عمل كثير الآن، أستأذنك. آيكس أبدت شجاعة كبيرة بالذهاب وراءهم، ستكون مع الأبطال، لا تقلق عليها، لن تصاب بأي أذى وستعود إليك. لا يمكننا الذهاب على الخيل. هناك سيدي، اركضوا.
في هاتين التلتين 50 محاربا كل ليلة يتناوبون على الحراسة. جيوش العزيز لن تهاجمنا ليلا. هذا من أجل حراس المعبد، فهم لا يملكون الجرأة ليهاجمون نهارا، وأي شر يأتي منهم سيأتي تحت جنح الظلام. وماذا عن جيوش العزيز؟ كيف سنواجهها؟ الأطفال والشيوخ يتجمعون أمام الخيمة، والنساء سيتخطين الجدول، وسنحميهم بالرماح. إن حاول جيش العزيز أن يتخطى هذا الجدول عن طريق الجسر، حينها ستقاومه النساء برماحهن. ديلدمير سيجهز رماحاً طويلة لهذا. تحت أمرك سيدي. أساساً جيوش العزيز إن وصلت إلى المخيم وبدأت بمهاجمة نسائنا فوضعنا صعب. سيدي، المقاتلات بدأنا بالتدريب على السلاح. يمكنكم أن تذهبوا إلى أعمالكم. آيكس تبعت أرطغرل ورجاله إلى حلب. بسبب العشق نفعل أفعالاً غريبة. أختي الجميلة، سيدنا ربانا كلينا، عملنا معا وكبرنا معا كالإخوة. لم أكن أريد هذا. من تكون أنت؟ ابن سليمان شاه أرطغرل. أنك تعرف لغتنا فابدأ بالكلام، فهناك أسئلة لك. إذن يجب عليك أخذ الأجوبة مني. بكل سرور
سأخذها. هيا تعال. يداك ترتجفان، أقدر ذلك، ولكن انت لعثم لسانك فسأقطعه وأطعمك إياه. لن أبوح لك بأي كلمة، فهمت؟ لن تستطيع أخذ شيء من حراس المعبد أبدا. لن أسمح لك أبداً أن تقتل نفسك بهذا السم. ستعاني الآلام التي جعلت أصدقائي يعانونها. مع كل أسف لن تموت بهذه السهولة. بمشي. تريد أن تعرفه؟ دعني أفكر. فأختك التي تسمي نفسها أسماء قالت لنا الكثير. سيد قلعتكم عديم النسب ذاك أوقع الملك فريدريك في فخه ويتقدم نحو القدس ويكذب على لسان البابا، صحيح؟ وقد بدأ منذ الآن بتجنيد جيش من الأطفال، أليس كذلك؟ يا قتلة الأطفال! ممتاز، صحيح. إذن سوف نكمل. المجرم الكبير سيدكم أيضا ليحقق مآربه الدنيئة يوقع بين السلاجقة والأيوبيين ليفتح الطريق أمام جيوشه، أليس كذلك؟ وليس لديه القدرة أن يحتمل على حدوده قبيلة الكايلار لأنها خطر عليه، ولهذا حاول نشر الوباء في القبيلة واستأجر ناصر ليساعده في قصر حلب ولكي يسيطر على العزيز، صحيح؟ ممتاز. عرفت الآن كل ما أريد منك. طالما أن فتاليا قالت كل شيء، فما الذي تريده مني أيها التركي؟ أفتاليا؟ إذا أختك اسمها أفتاليا، اسم جميل. أنت ما اسمك؟ عندما تصل رسالة الكاردينال إلى القسطنطينية ويأتي الجواب
ماركوس وإخوته حينها لن يتركوه حتى طفلا واحدا في مهدي حيا. يا ابن سليمان شاه أرطغرل. اسمك ماركوس، أسعدتني معرفتك. بما أن كاردينالكم جاء إلى هذه الأراضي، إذن زيارته واجبة علينا. بامسي، لدينا شهيد لم يمت أو يصب أحد غيره، الحمد لله. أعده لكي يدفنه، وستأتي آيكز معك. أموت ولا أعود من دون تورغوت. أخذت عهدا، هذه ليست حربا للرجال بل للجميع. سيد أرطغرل لا تؤاخذني. هذا ما حدث سيد أفشين، وغير وفاة أيكولتوك جاء خبر أحزن الجميع. أميرنا كيف يسلم ابنته للقصر شيخي؟ كان وضعها حرجا جدا، ولم يحتمل أن يراها تتعذب أمامه، ونحن أيضا لعبنا دورا بهذا وأقنعناه بالأمر، ولم نتخيل بأن يحدث هذا. فليتفضل. جاء العزيز. أستأذنكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أمير، أهلا بك، تفضل. تفضل. أستغفر الله. تفضل. يا حلبي، لقد أخطأ ناصر عندما كان يبحث عن خالي فأزعجكم وداهم الزاوية وأحزنكم، وأردت المجيء اليوم لأعتذر بدلاً عنه ولآخذ
البركة من الشيخ ابن العربي، وأريد أن أطلب طلبا صغيرا منك. يا أهلا بك، لكن شيخنا ذهب إلى القدس. وبالنسبة لما فعله ناصر فشيخنا كبير القلب ونسي ما ارتكبه من ظلم، لكن ما أحزنه أكثر عدم الرحمة التي أظهرتها لخالك. يا حلبي، أنا قد حزنت لأجله، لكنه متهم بالعمل مع الصليبيين وخيانتنا معهم، هذا سبب المحاكمة. وهل للإنسان أن يفرط بمن يحب؟ الزمن هو علاج لكل هم يا أميرنا، لأنه يظهر الخطأ ويظهر الصواب. قلت إنك تريد الشيخ، فهل أستطيع المساعدة؟ إنه لأمري خير، لقد وجدت سلطانتي، وكنت أريد من شيخنا أن يعقد غراننا إن كان يوافق. ما شاء الله، أتم الله عليك بالخير. ومن تكون هذه الأميرة؟ إنها حليمة، الأميرة السلجوقية. حليمة؟ تيتوس، عرفت لغتنا جيدا، وأريد أن تعرف طعامنا. لن تجد مثل هذه المائدة حتى في القصور. أتعرف لماذا أنا أحبك؟ قل لماذا؟ أنتم التركمان تحبون الضيوف، لكن فقط الذين تربحون منهم. سيكون اتفاقنا سهلا. رجالنا قد أمسكوا بأفتاليا، يجب عليك التحرك بسرعة، الأمر سينتهي اليوم. موت سليمان شاه لا يكفي، أحتاج إلى القوة لتكون كلمة مسموعة هنا. وما هي القوة؟ افتح فم كيسك أكثر تيتوس، القبيلة قادمة من هجرة، ما دفعته من المال لا يكفي حتى لشراء ملابس. السيد من يفتح كيس أمواله ويطعم الجائع ويكسو العاري يا تيتوس. أنت أخطر مما ظننت كورد أغلو. إذن سأجهز لك الذهب، لكن إن لم آخذ ما أريد سوف أضع في فمك كل هذا الذهب. أنت أكرم مما ظننت تيتوس. سليمان شاه سيموت والقبيلة ستغادر المكان. وأنتم ستدفعون تكاليف هجرة القبيلة هذه المرة. هيا قل، من أخبركم بهذا الكلام؟ قل لي. أخي ابتعد. أخي اهدأ، لا يجب تقليد الشيطان كوندوكتو. الأولى لا تعذبونها لأنها امرأة، وهذا استجدى عطفكم وتحاولون أن تعالجوا جراحة. هايكز، you
أخي، أنت بخير؟ لست بخير أرطغرل، لست بخير. انظر إلى حالنا، حتى آيكز لا تسيطر على غضبها، ولو تركناها ستقتلهما. وأنا لو لم توقفني كنت سأقتل الأسير. يستشهد أحد منا كل يوم، والقبيلة تحت الخطر. كل يوم يظهر لنا عدو، إما البابا أو الكاردينال أو الإمبراطور. يا أرطغرل، يا أخي، انظر إلى أين وصلنا، لا نجد مرعا للمواشي. والآن المغول من جهة والصليبيون من جهة، هل تستطيع الكاي أن تقف في وجه مثل هذا العدو؟ انظر ماذا يقولون، سيدمرون مخيمنا عندما تأتيهم الفرصة. نحن نعلم هذا يا أخي، لكن لم نكن جاهزين له. وطننا الجديد جنة، وهي فقط جزء من القدر المكتوب لنا. لا نعلم إن كانت النهاية هنا، لكن يجب علينا أن نحمد الله. إن كان الله قد من علينا بالوطن، فيجب أن نحميه لكي يرضى عنا. إنه نعمة، وبالشكر تدوم النعم. أشكر الله ليطمئن قلبك وليرضى الله عنك. هيا هيا آيكز. ظننت أن الحصان سيفعل ما لم تفعلوه، ونعرف منه أين تورغوت كي ننقذه. هل جننتي؟ يكفي، كنت ستقتلين الرجل. نحن نريده حيا لا ميتا. وبماذا تريده إذن؟ إنه لا يتكلم، وحياته أو مماته لن يفيدانا بشيء. إن أنقذنا تورغوت الآن سيقع في مشكلة أكبر، ترى كيف سيعيش معها؟ تورغوت، إن نجا من مشكلة سيقع في مشكلة أكبر. تكلمت مع الشيخ حلبي وشرح لي كل شيء. ليلى، لقد أخطأت وظلمت أرطغرل بما فعلت.
سامحيني ليلى، أنا خشيت أن يصيبك مكروه. تعالي. علينا الآن أن ننقذ أخي والقصر منهم، وسيساعدنا في ذلك. وكيف سيواجه حراس المعبد وحده؟ هذا ليس سهلا. لا بل سيستطيع، أنا متأكدة من ذلك. أين حليمة؟ أهي بخير؟ نعم، أخوك وضعها مع والدها في غرفة وأخفاها عن الكل. أخي، ما الذي يحاول فعله؟ يريد حليمة زوجة لها، وأقنع والدها بالأمر.